السلام عليكم. اليوم موضوعنا الهيرينج لوس. الهيرينج لوس classified into three types. Number one, conductive hearing loss. Number two, sensory neural hearing loss. Number three, mixed type. يعني conductive and sensory neural element موجود بنفس المريض. اليوم محاضرتنا راح ناخذ الأول والثاني، النوعية الأولى والثانية conductive وراها sensory neural hearing loss. باختصار الconductive hearing loss، باختصار conductive hearing loss هي يعني تشمل الباثولوجي العفو الهيرنج لوس اللي ممكن يصير بسبب باثولوجي موجودة يا أما بال external auditory canal أو external ear أو بالتمبانك ممبرين أو الميدل إير أو بأكثر من منطقة من هاي المناطق. كل هندني يسوون ممكن يسوون conductive hearing loss أو واحدة من عندهم، أي باثولوجي بواحدة من عندهم أو أكثر من واحدة. فهسا common causes of conductive hearing loss هذا السلايد. نمبر 1 سيرومين انفاكشن، يعني واكس تسد الكنال الاكسترنال اوديتري كنال بعد ما يسمع المريض. نمبر 2 اوتاتس كسترنا. نمبر 3 اوستيوما اند اكزوستوسيس اوف اكسترنال اوديتري كنال، هاي بناين تيومر اوف ذا بون اوف تمبورال بون او بوني اجروث عند تمبورال بون، ممكن تكبر بحيث تسد لنا الاكسترنال اوديتري كانال المريض بعد ما يسمع يسوي كونجنتال هيرنج لوس. كونجنتال اورال اتريجيا، يعني تيجي الكنال يجي المريض للدنيا يعني ات دليفري، هاي موجوده كونجنتال انومالي، تكون الكنال مسدوده مالته او ضيقه. نمبر 5 تمبانك ممبرين برفوريشن for any cause trauma infection anything. نمبر 6 تمبانوسكليروسيس، هاي هذا مصطلح يعني انه يصير هايلي ديجنريشن بالتمبانك كافيتي، مو شرط بالتمبانك ممبرين، يعني التمبانك كافيتي هي تشمل لنا التمبانك ممبرين او الميدل اير، يصير فايبروسيس بيها فممكن يسوي conductive hearing loss. ممكن يصير هاي tympanic sclerosis due to chronic infection أو trauma أو surgery أو tympanic membrane perforation و healing ويصير tympanic sclerosis. Number 7 temporal bone trauma. temporal bone بأنواع من ال fracture ممكن يصير، أكو longitudinal أكو ترانسفيرس. الكلاسيفيكيشن القديم هذا طبعا، الكلاسيفيكيشن الجديد احنا ما اريد يعني ما عندنا وقت نحكي عليه، بس الكلاسيفيكيشن القديم اللونجيتودينال فراكشر يسوي كوندكتيف، الترانسفيرس فراكشر هسه يجينا بالسلايدات الجايه يسوي سنسري نيورال هيرنج لوس. على اي اساس تقسم لونجيتودينال وترانسفيرس؟ هم راح هسه بالسلايدات الجايه راح نحكي عليه. نمبر 8 اوتيتس ميديا ممكن يسوي كوندكتيف هيرنج لوس. نمبر 9 اكسترنال اير اور ميدل اير ماس، ماس يعني مثلا في البناين تيومر اني ثينج مالجنانت جرانيلوما جرانيشن تشو. نمبر 10 اوتوسكلروسيس، همين راح نحكي عليه ان شاء الله. اوتوسكلروسيس از هيريديتري localized disease of bone derived from otic capsule characterized by alternating phases of bone resorption and formation with fixation of foot blade monostabies يعني foot blade of stabies and interruption of hearing mechanism. الاوتيك كبسول في الريجن يعني بالامبريولوجيكال لايف تتكون تنطينا الانر اير
وال ستيبيز فوتبليت. العناصر اللي جاية من الأورتيك كبسول يعني after delivery بعد ما يصير بون، ماكو شيء اسمه بون ريمودلينج، ماكو ريجنريشن او ديجنريشن بالبون هذا المفروض، بس بالاوتوسكلوروسيس لا راح يصير بون ريمودلينج. وين؟ بالاوتيك كبسول اللي هي احنا اللي شيء همنا هنا هسه اكثر شيء هنا همنا الفوت بليت. الفوت بليت من يصير بيها ديجنريشن وريجنريشن راح يصير بيها فيكسيشن، جراجوال فيكسيشن الى ان تصك بعد ما تتحرك، فتاثر على الساوند ترانسميشن ميكانيزم وتسوي كوندكتيف هيرنج لوس. ايتيولوجي انون ديزيز ران ان فاميليز وذ ميل تو فيميل ريشيو 1 to 2. The age incidence is 20 to 30 years. هذا الايج مهم جدا مهم. The disease progress during pregnancy and menopause. الايتيولوجي مال الاتروسكلوز ما حد يعرفها، بس اكو ثيوريز تفسر الايتيولوجي مالتها. قسم من عندهم قالوا انه هرمونال، لذلك هسه احنا قلنا طينا مثال على بريجنسي. بالبريجنسي تزود بالبريجنسي لان الهرمونات تختلف. اكو فد نظريه ثانيه تقول انه اوتو اميون كوز همينه يشترك بيها. النظريه الثالثه انه ميزلز انفكشن يعني فيروس الحصبه ممكن اذا وصل للاوتيك كبسول ممكن يسوي لنا اوتوسكلوز ممكن ما يسوي. نظريات كلها نظريات، بس لقوا انه runs in families يعني اكو فد جينيتيك رول بالموضوع، وشافوا انه هذا المرض هو اوتوسومال دوميننت، اوتوسومال دوميننت with incomplete penetrance يسموه. فهسه اربعه راجحين: الجينيتكس اوتوسومال دوميننت، والهرمونال اكزامبل بالبريجننسي، والاوتو اميون ايتيولوجي، والميزلز. كلينيكال فيتشرز اول شيء واهم شيء هو الدفنس، جراجوال بروجريسيف صفاته، كوندكتيف دفنس اوفر مانثس اور ييرز، بايلاترال ان 80% 70 to 80. بايلاترال يكون يعني يشمل الاثنين الاثنين ينشملن بالاوتوسكلوروسيس. The patient talk with quiet voice of good tone. يعني ما يصيح، من يحكي البيشنت ما يصيح. من البيشنت البي اوتوسكلوز ما يصيح من يحكي ويا الوالد. مو مثل ابو سنسري نيورال هيرنج لوس. ذاك لا. يحكي حيل. النقطة الثانية باراكوسس فيليسي. It is ability to hear speech better in noisy environment. The explanation is that people raise their voices above the noise level. Speech level it is above the patient threshold of hearing. هذا explanation. المريض شنو وشنو معناه هاي النقطة الثانية؟ انه المريض يسمع يتحسن السمع مالته بالمكان اللي بيه ضوضاء او بيه صوت عالي. يعني مثلا التلفزيون مشغلين وواحد جاي يحكي وياه، هذا الانسان الصاحي من يحكي ويا المريض اللي ما بيه اوتوسكلروس قصدي، من يحكي ويا المريض راح يعلي صوته، ينجبر يعلي صوته لان اكو صوت ثاني ضوضاء. فحتى المريض يعني بغض النظر انه يدري بيه مريض او ما يدري بيه مريض، هو اوتوماتيكيا راح يعلي صوته، فالمريض راح يسمع احسن وعباله هو انه السمع مالته بالضوضاء احسن. هذا تفسير النقطة الثانية. النقطة الثالثة تينيتس، موجودة تينيتس بجماعة الاوتوسكلوروسيس وحكينا على محاضرة تينيتس. الفستيبولار كونديشن او كومبلينتس اسبرتاجو او ديزنس. شو وقت تصير الفرتاجو؟ الفرتاجو يصير اذا اكو انر اير انفولفمنت، يعني اذا هذا الريمودلينج وصل للطبقات الداخلية مال الانر اير، بذاك الوقت راح يصير فرتاجو او ديزنس.
examination. اوتوسكوبي بالحقيقه من نسوي اوتوسكوبي للمريض ابو الاوتوسكلوروسيس ما راح نلقى شيء يعني. يعني التمبانيك مبرين نورمال نوت بيرفوريتد الكنال نورمال ما يعني الاوتوسكوبي من باب الاوتوسكوب ما نلقى شيء ما عدا انه 10% نلقى في شيء بسيط عندهم انه فد صبغه حمراء بينك تينج بينك تينج يعني صبغه حمراء صغيره مو على كبر التمبانيك مبرين موجوده هي بالحقيقه مو بالتمبانيك مبرين باي اتسيلف يعني موجوده ورا وهمي ترانسبيرنت فنشوف هاي الحمار البسيط موجوده بمكان الاوفال ويندو يم الاوفال ويندو فعبالنا هو التمبانيك مبرين بيه حمار يسموها شوارت ساين هذا الحمار due to increase in vascularity of promontory الميدل وول مالت الانر اير سموها برومونتري اللي هو مكان الباثولوجي مال الريمودلنج اللي راح يصير يم الاوفال ويندو indicate activity of disease يعني هاي شنو معناته الحمار اذا حمار موجود معناته هذا هسه الديزيز جاي يصير بريك داون بالبون قوي يعني او ممكن ما نلقاه اصلا يعني هذا الحمار عادة ما نلقاه investigation PTA يعني pure tone audiometry جدا مهمة نلقى conductive deafness or mixed deafness usually conductive deafness really sometimes in sensory sometimes we find sensory neuro hearing loss هذول rare ها شو كده يصيرون sensory neuro hearing loss due to otosclerosis اذا وصل remodeling لنا للطبقات الداخلية مالت inner ear يعني يوصل للكوكليا او للاندولف مالتها يصير كونتاكت ويا النقطة الثانية تمبانومتري نورمال تمبانومتري انفستيجيشن يعني يصير كير بيطلع عندنا نورمال ولو كومبلاينس اهم شيء النقطة الأولى انه كوندكتيف ديفنس وياها بون ديب ان دب العفو ان بون كوندكشن يعني نزله ينزل البون كوندكشن وين بال 2000 هرتز يسموها كهارت نوتش هاي اهم شيء واللقطه الثالثه هي همين مهمه بصراحه ستابيديال ريفلكس لوست بالاوتوسكلوروسيس يكون كوندكتيف ديفنس وياها دب بال 2000 هرتز بالبون كوندكشن والستابيديال ريفلكس لوست هذا اهم شيء بالاوتوسكلوروسيس تريتمنت نمبر 1 ميديكال تريتمنت صوديوم فلورايد له دوز والاستعمال يطول يعني سنين عاده وله كونترا انديكيشن بالبريجنسي كونترا انديكيتد الفلورايد بصراحه يعني ما نستعمله باي مريض اوتوسكلوروسيس لازم يكون كوكليير انفولفمنت يعني لازم اكو سنسري نورا هيرنج لوس يلا نستعمله ولا كونتر انديكيشن وفترته طويله فشويه مزعج البي هيرنج ايد هاي اكثر شيء مناسب للمريض او سيرجري الهيرنج ايد بها انواع هي كونفنشنال ولا كونفنشنال هيرنج ايد ام بها انواع وبها بون كوندكشن هيرنج ايد وبون انكر hearing aids بها انواع حسب مو موضوعنا بس هو اذا المريض ما يقدر يسوي له سيرجري او بعدها بالبدايه او انه هو يرفض السيرجري الهيرنج ايد جدا مناسبه اليه حتى تحسن السمع مالته السيرجري هي ستابيدكتومي قبل كانوا يسوون اذا تلاحظون اكو سي بالكلمه ستابيدكتومي يعني الستيبيس فوت بليت تنشال كلها تنشال هسه صارت السابدة تموي يعني تنثقب السي تنشال هسه اذا شنا من كلمة تتحول كلمة الى سابدة تموي يعني ثقب وين نسوي هذا بالفوتبليت قبل كانوا يسوون سابدة تموي كلها تنشال فوتبليت شافوا بها مشاكل اللي سووا بيرلين فيستولي وسنسر نيورا هيرنجلوس فقللوها حولوها العفو الى سابدة تموي جلوموس تيومر هذا بناين تيومر it is slow growing
tumor of paraganglionic chemoreceptors in adventitia of certain blood vessels. Blood vessels إذا large أو small ممكن تحتوي على ذني chemoreceptor. المناطق اللي يصير بيها أو الأنواع اللي يصير بيها الجلوموس tumor. جلوموس جيجولاري نمبر 1 هذا كمان جلوموس جيجولاري بالنسبة بالتمبورال بون هو أكثر واحد كمان. احنا جاي نحكي على الإير، الإير اللي هي جزء من التمبورال بون، فهسه احنا راح نحكي على التمبورال بون. شنو كمان بي جلوموس جيجولاري هذا النوع؟ It is of jugular bulb، يعني هذا مو جيجولار فين يجي يطلع من العفو يدخل يطلع هو من البرين من الانتراكرينال للاكستراكرينال او للنيك يدخل للنيك عن طريق الجيجولار فورامين اللي هي بارت من التمبورال بون. فهذا ممكن يصير جلوموس جيجولاري بي كيمو ريسبتر. اذا صار هذا التيومر يسموه جلوموس جيجولاري بهالمكان هذا. جلوموس تيمبانيكم هذا بالجلوسوفارنجيال بلكسس. اكو شيء بالاناتومي مال الميدل اير اسمها جلوسوفارنجيال بلكسس. هي تتكون من يعني نيرف بلكسس برانش من الجلوسوفارنجيال نيرف التاسع الكرانيال نيرف التاسع وياها اكو بلد فيزل تمشي. المهم هي هاي الكيمو ريسبتر مالتها اذا صار بيها تيومر يعني هذا جلوموس تيومر يسموه جلوموس تيمبانيكم. نمبر 3 جلوموس فيغالي. It is of paraganglionic chemoreceptor of vagus. النوع الثاني والثالث من الرير اكثر واحد شاع هو الاول. Clinical features conductive hearing loss pulsatile tinnitus اللي حكينا عليه بديش المحاضره مال تنتس والفرتايجو. والفرتايجو هم ممكن يصير وياها والكرانيال نيرف بالسي هم ممكن يصير. Examination otoscopy من نفحص المريض بالاوتوسكوب راح نلقى ريد ماس بيهايند تيمبانيك ممبرين. هاي بالبدايه من يتطور التيومر راح ممكن يسوي ربشر بالتيمبانيك ممبرين يطلع لبرا للكنال الاكسترنال اوديتري كنال يصير النقطه الثانيه بليدنج بوليب. يعني بوليب يطلع لبرا وبليدنج من وين تشت كوز بليدنج. انفستيجيشنز طبعا اهم شيء عندنا السي تي والانجيوغرافي والنقطة الثالثة بي تي اي راح تطلع لنا كوندكتيف هنا جلوس تراونا. تريتمنت التريتمنت مالت الجلوموس جيجولاري هو سكال بيز تيومر. السكال بيز تيومر تنطبق عليه هاي القاعدة انه المريض فيت لو انفيت فور سيرجري والمريض يعني يقبل بسيرجري لو ما يقبل. طبعا هي هاي كل سيرجري لازم ناخذ موافقته بس هاي المنطقه معقده سكال بيز فممكن احنا مو دائما نسوي سيرجري ممكن نخليه فولو اب اذا هو سمول تيومر ممكن نعطيه راديو ثيرابي وممكن نسوي له سيرجري حسب كبر التيومر حجمه وحسب عمر المريض وحسب الفتنس مالته للجي اي لان السيرجري بيها كومبليكيشن والجي اي بيها كومبليكيشن. تمبورال بون فراكشرز مثلا فول فروم هايت ار تي اي بولت انجري سوينا تمبورال بون فراكشرز. دايركت تروما also ينقسم القسمين نوعيتين بالتمبورال بون فراكشر لونجيتودينال وترانسفيرس. اللونجيتودنال وترانسفيرس على اعتمادنا شنو بالتقسيم هذا انه اكو لونج اكسس اكو شيء اسمه لونج اكسس هاي باي تمبرال بون اسمه شيء بي موجود اسمه لونج اكسس اوف تمبرال بون. فالفراكشر لاين اذا يمشي ويا هذا على طول هذا اللونج اكسس اوف بون نسميه لونجيتودنال فراكشر. اذا لا كروسنج ات يعني جاي بزاويه مثلا شبه قائمه عابره لهذا اللاين نسميه ترانسفيرس فراكشر. فورشنيتلي لونجيتودينال فراكشر مور كمان دان ترانسفيرس فراكشر.
longitudinal fracture ليش قلت fortunately؟ longitudinal fracture اسهل، فيت مالته اسهل، كوميونيكيشن مالته اسهل تكون 80% نسبة اللونجيتودينال، يشمل لنا الاكسترنال اند ميدل اير وذ تمبانيك ممبرين برفوريشن، يعني يسوي المشكلة مالته راح يصير بالاكسترنال والميدل اير. بينما ترانسفيرس اللي هو اقل نسبته يشمل لنا الانر اير. الكلينيكال فيتشرز in longitudinal fractures there is bleeding from ear conductive deafness while in transverse fracture there is vertigo tinnitus sensory neural hearing loss facial pulsing. On examination otoscopy tympanic membrane perforation in longitudinal fracture راح نشوفها and hemotympanum in transverse fracture. هاي شنو معنى الحكايه؟ اذا longitudinal fracture راح تمارك راح يربشر في البلد، يطلع فريش بلد يطلع لي برا، يعني للمريض يشوفه واهل المريض اي واحد يشوفه. بينما اذا transverse fracture تمارك ما راح يصير بها شيء، فالتروما اللي راح يصير بالانر اير والبليدنج من عندها راح وين يذب الدم؟ وين يتجمع؟ يتجمع بالميدل اير، بالميدل اير كافيتي، والتمبانيك ممبرين انتاكت، فراح نشوف شيء اسمه هيموتمبانام، يعني نشوف التمبانيك ممبرين طبعا راح نشوفها زرقاء وبلجنج، بس هي انتاكت نوت برفوريتد لان التروما ما وصلت للتمبانيك ممبرين. اي مريض تمبر بون فراكشر نريد نعالجه نسوي له اي بي سي، يعني ايرواي and cervical plexus هاي الـ A، والـ C هي العفو الـ B الـ breathing assessment and support، والـ C هي circulation مال أي مريض. هذا يلاقينا بالإمرجنسي نسوي له، نطبقه عليه حتى على temporal bone fracture. بالإضافة أكو شغلات خاصة بالـ temporal bone fracture، ندور على communication مال temporal bone fracture ونسجلها at moment، يعني من نوقف عليه أول ما نستلم المريض نسجلها، نشوف عدة facial palsy وشوفه كومبليت لو بارشل فيشل بلسي، ونسجل ونشوف هل عنده بليدنج همين نسجلها اكيد، عنده فيرتاجو فيستيبولار بروبلم، عنده يعني الفيرتاجو ما يمين فيستيبولار بروبلم، والهيرنج اذا كان اسيس ات also must be assessed. بالاضافه الى اكو ساين همين او كومبليكيشن همين مهمه، سي اس اف همين لازم نلاحظها ونسجلها، سي اس اف ليك، لان تمبرال بون فراكشر هو تمبرال بون صاير وين اذا صار فراكشر بي؟ صاير بالسكالبيس، فاكيد راح اذا صار فراكشر قوي ممكن يسوي لنا التير تير بالمننجيز وسي اس اف ليك، وممكن ما يصير اصلا يعني، فسجل اذا موجود او ما موجود كلين فيشر بلسي سي اس اف الفستيبولار ساين الهيرنج كلها سجله. قبل لا نكمل التريتمنت اكو كومبليكيشن همين للتمبرال بون فراكشر، اذا لونجيتودينال فراكشر قلنا الميدل اير او والاكسترنال اير، فالميدل اير اكو بون بيها اسمها الاوسيكل مثل ما تعرفون، هاي اذا تروما قويه ممكن تسوي اوسيكلر ديسكونكشن او ديسبليسمنت، يعني تنفصل ذني مو لوسيكولوم شلبات واحده بالاخرى، فممكن ينفصله من مكانين، هاي همين تسوي طبعا هيرنج لوس كوندكتيف هيرنج لوس. التريتمنت قلنا اي بي سي وافويد توبيكال تريتمنت، يخاف يصير انفكشن اذا سي اس اف ونسوي توبيكال تريتمنت ممكن يصير مننجايتس، لا نخلي ويك ولا نسوي سكشن اذا شكينا اكو سي اس اف ليك. البيد ريست اوبزرفيشن اوف فايتال ساينز وسيستميك انتي بايوتيك وفيشال نيرف افكتد ايذر سبونتينيوس ريكفري اور دو اكسبلوريشن سبيشالي ان كومبليت بولسين. هاي بمحاضره الفيشال نيرف راح النقطه الرابعه راح توضح شنو يوضح شنو معناها ان شاء الله. كمان كوزز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس هيريديتري تمبرال بون تروما، قلنا ترانسفيرس فراكشر
ممكن يشمل الترانسفيرس فاكتشر، هو يشمل انه ممكن هذا الانر اير، فاكيد راح يصير سنسر نيورون هير جلوس. الابرنثايتس بريس بايكيوسيس يعني الايج ريليتد سنسري نيورون هيرنج لوس، النويز انديوست هيرنج لوس، الاوتو توكسيسيتي يعني دراج انتراكشن وسايد افكت، مينيرز ديزيز، اكوستيك نيوروما او فيستيبولار شوانوما الاسم الثاني مالتها، وبيرينيم فيستولي اوتو اميون سنسري نيورون هيرنج لوس. هسه راح نجي على المهمات نشرحهن. البريس بايكيوسيس او الايج ريليتد هيرنج لوس او سينايل ديفنس، ثلاث اسماء لها. It is a progressive loss of hearing which occurs with increasing age due to degeneration of organ of corti, spinal ganglion or neural pathway to cerebral cortex. Clinical feature. Number one, sensory neural hearing loss. كلمات مهمة اكو بهاي النقطة طبعا انتبهوا لها. Bilateral. كلش مهمة bilateral. A progressive. Symmetrical. هذن ثلاث كلمات جدا مهمات بالاضافه الى with poor speech discrimination. النقطه الثانيه تينيتس، حكينا على التينيتس بموضوع المحاضره السابقه. مرات يجي المريض بالمناسبه يجي المريض يشكي من التينيتس وما يشكي من السنسري نورا هيرنج جلوس، يعني ما يجيب له طاري او بعده ما ميزه بعد شويه بالبدايه فما يميزه، يعني يبلش بالهاي فريكونسي ما يكتشف نفسه الا نسوي له بي تي اي الله نكتشفه. Investigation هي PTA جدا مهمة. Recruitment phenomenon positive، هاي شيء يعني بالاودولوجيكال تيست نسويها، اذا لقيناها positive معناته المشكلة بالكوكليا، يعني المشكلة موجودة بالكوكليا، لأن sensory neural hearing loss ممكن المشكلة وين؟ ممكن بالكوكليا أو بالكوكليار نيرف، بس إذا لقينا recruitment phenomena positive معناته المشكلة بالكوكليا أكثر مما هي بالنيرف. Treatment. Hearing aids جدا مهمة. Training on lip reading. يعني انتبه للشفايف حتى يميز الحكي. Noise induced hearing loss. This occur either due to acutely due to explosion يعني انفجار. Very loud sound أو صوت منطلقة مثلا. High acutely أو due to chronic exposure to noise exceeding the damage risk levels especially in industries بالمصانع بالمولدات مثل جماعة المولدات دول دوم صوت قوي يتعرضون فيصير noise induced hearing loss. Investigation pure tone audiometry show sensory neural hearing loss and dip in bone conduction when بال 4000 or 6000. احنا بالبي تي اي عندنا بون كوندكشن واير كوندكشن. من تنزل ال بالسنسر نيورال هيرنج جلوس ينزلن اثنيناتهم البون والاير كوندكشن. بينما بالكوندكتيف ينزل بس الاير كوندكشن. تريتمنت. Treatment of noise induced هي أهم شيء avoidance of exposure to loud noise. يعني شنو؟ نقلل ساعات العمل والأيام نقللها مال الشغل ونخلي مثلا فسدرات بدانهم plugs ear plugs إذا ممكن، حتى الطيارين هم لازم ينطبق عليهم هذا الشيء لأن صوت مال الطيارة ممكن يسوي hearing loss، وإذا صار هذا hearing loss نعطيهم hearing aids. Autotoxicity. Tendency of certain therapeutic agents and other chemical substances to cause functional impairment and cellular degeneration of tissue of inner ear. إذا صار اكو مشكلة بالإنر إير بالهير سيل أو بالسبارا جانجليون ممكن تصير أو other structure striovascularis مثلا ممكن يصير sensory neural hearing loss due to drugs. شنو هن ذني؟ الامانه جلايكوسايد جدا مهمات. اهم نقطه بذني هنا امانه جلايكوسايد، زائدا اكو كيمو ثيرابي اسمه سيسبلاتين، هذني جدا مهمات لان يسوون ريفرسبل دامج بالانر اير، يعني ما تصير له شاره ريفرسبل مو ريفرسبل. بينما الدايريتيك والاسبرين
يسوون ريفيرسبل، يعني من تسحبه ممكن يرجع الوضع طبيعي، يرجع السمع طبيعي، تنتصر يروح. الكوينين يعني اميون مودوليتر او انتي ملاريا هم ممكن يسوي سنسوري نورال هيرنج لوس. كلينيكال فيتشر تينيتس اند باي لاترال سنسوري نورال هيرنج لوس. هاي النقطة الثانية شنو باي لاترال؟ لان هو انت اذا اخذت ابرة او اخذت حائب انت راح يشتغل سيستماتيك هذا وراح يروح للجهتين فيصير باي لاترال. بس اكو استثناء لهاي النقطة الثانية، انه اذا اكو تمباي كمبرين بيرفريشن ونخلي مثلا امانا جلايكوسايد دروبس، اكو قطرات مان امانا جلايكوسايد مرات نضطر نستعملها بالكرونيك فايتاتس ميديا لان تشتغل على السيدوموناس. المهم هاي اذا خليناها فترة طويلة مثلا في اسبوعين ثلاثة، هاي راح تعبر هي من البرفوريشن مانتل تمال كمبرين تعبر للميدل اير، وميدل اير شكو بي اكو بي اوفال ويندو وراوند ويندو، راح يصير بي ابزوربشن شوي شوي يصير ابزوربشن من عن طريق الويندوز دني المن للانر اير، فممكن يصير يونيلاترال سنسوري نورال هيرنج لوس بسبب الاوتوتوكسيسيتي، يعني مو دائما بايلاترال. اذا سالناكم النقطه الثالثه ممكن نستاغمس يصير اند فيرتاجو، اما هي الاوتوتوكسيك دراج ممكن تسوي دمج للفيستيبيول مثل ما هي ممكن تسوي دمج للكوكليا، نفس الميكانيزم. التريتمنت نمبر 1 افويد اور ديسكونتينيوتي اوف اوتوتوكسيك دراجز، مونيتورينج اوتوتوكسيك دراجز باي ميجرمنت يعني اوف سيروم ليفلز، ونشوف رينال فانكشن تيست، لان هي حتى تسوي عاده الاوتوتوكسيك هي نفروتوكسيك، فحتى الرينال فانكشن هم نتابعها مو بس نسوي بي تي اي للمريض. والنقطه الثالثه هي نسوي بي تي اي. النقطه الرابعه هي هيرنج ايدز اذا صار انتينيتس ماسكر المن للتينيتس. مينيرز ديزيز اندوليمفاتيك هايدروبس الاسم الثاني مالته، ديزيز اوف ممبرينوس انر اير characterized by recurrent episodes of sudden severe vertigo associated with nausea and vomiting together with deafness and tinnitus and oral fullness. باختصار هو يعني تزود كمية الاندولينف بالانر اير، يصير مايكرو رابتشر بالممبرينوس لابرنث، وتصير هاي الاتاكس تصير يعني نوبات من هاي الاعراض اللي هي شنو؟ دفنس فيرتايجو يوقعه للمريض، وتينيتس اورال فولنس وفوميتنج. هسه نحكي عليها الايتيولوجي، هي مينير ديزيز او مينير سندروم. اذا برايمري نمبر 1 ايديوباثيك يعني ما لقينا لها كوز هي مينير ديزيز يسموها، اذا سكندري يعني لقينا الكوز عرفنا شنو الكوز مالتها نسميها مينر سندروم. الكوز مثل ايش ممكن يصير؟ تروما، تيومر او سيفيليس. باثوفيزيولوجي نورمالي اندولينف موف فروم كوكليا وير ات از برودوس تو اندولينفاتيك ساك وير ات از ابزوربد، يعني الانتاج مالتها بالكوكليا والابزوربشن مالتها لازم سيكوليشن يعني ما يتجمع، لازم يصير بالابزوربشن. وين يصير؟ بالاندولينفاتيك ساك، هذا الاندولينف. والطبيعي اذا صار ديسربشن بهاي الميكانيزم راح يتكون لنا كميه كبيره من الاندولينف ويصير هاي دروبس او مينير. بين فتره وفتره تصير اتاكس للمينير، شو يصير؟ مايكرو رابتشر بال ممبرينوس لابرنث، يعني ثقوب صغيره وترجع تلحم فيطيب المريض، من تصير الثقوب هاي الصغيره يوقع المريض، يطول له ساعات عاده اقل من يوم، وهكذا اتاكات تجي. كلينيكال فيتشر بيك ايج اوف انسيدنس 30 تو 50 years. نمبر 1 فيرتاجو which is most important symptom. Sudden severe associated with severe with the nausea and vomiting. Nystagmus aggravated by head movement. بس مو شرط من يحرك راسه يعني مثلا عنده فرتاجو، هو اصلا عنده فرتاجو صار من يحرك راسه يزود، يعني مو هو ما عنده بس من يحرك راسه، هاي معنى الكلمه، يعني هو عنده بس من يحرك راسه يزود بالزايد الفرتاجو. last over minutes or hours then subside
gradually and the patient often fall asleepy. يعني ينام ورا ما يتخلص النوبة. This vertigo followed by period of remission for months, then start again. This vertigo increase in severity over several years until reach maximum, then decrease when dead ear occurs. Number two, deafness, sensory neural hearing loss. Deafness يكون fluctuant يعني مو دائما موجود هذا يعني يصعد وينزل يعني يصير طبيعي سمع مالته ويصير مرات deafness. شو وقت يصير deafness؟ ويل اتاك قلنا definition مالته ويل اتاك. اتاك مال vertigo يعني. Progressive with time associated with recruitment. هسه نشرحكم شنو معنى dead ear حكيناها من ساعة شنو progressive with time ان شاء الله. Number three, tinnitus and oral fullness. The tinnitus progressive with time. Differential diagnosis. Condition associated with vertigo without auditory symptom. Include vestibular neuritis. Benign paroxysmal positional vertigo. Condition associated with auditory symptoms without vertigo. Include acoustic neuroma. Multiple sclerosis. Investigations. PTA investigation اكو investigation مهمات انه يعني ال PTA جدا مهمة اثناء الاتاك يفضل على مود تسجل لان اذا راحت الاتاك يروح الهيرنج لوس من عنده. والامر اي جدا مهمة لان احتمال الكوز مالت المينيار ديزيز هو فيستيبلر شواناما. وال investigation الثالثة هي كوكليوغرافي. التريتمنت medical treatment, psychological support and reassurance, symptoms, treatment during attacks include phenothiazine, prochlorperazine, antihistamine, benzodiazepine, example lorazepam or diazepam, بالإضافة إلى dexamethasone also important in treatment. النقطة الثالثة prophylaxis. Prophylaxis يعني شنو؟ نقلل الفلويد with salt. وزائد ان ننطي علاج همين بالبروفيلاكسز يعني بروفيلاكسز حتى يعني نمنع الاتاكس. شلون نمنعها؟ نقلل المي والملح. المي بحد ذاته صعب بس نقول له قلل الملح بالاكل. شلون بالضغط؟ نقول له قلل الملح. هاي معنى السولت ريستركشن. الريستركشن اوف سولت in food. بالإضافة نعطي بيتا هستين drugs ذني أو pharmacological prophylaxis and diuretics prosmide in small doses. يعني نعطي small dose of Lasix أو Diamox. symptom management يعني hearing aid للhearing loss والتينيتاس ماسكر للتينيتاس. surgical treatment indicated in 10 to 20% when medical treatment fail. Number one, cochlear and vestibular preservation. Procedures include endolymphatic sac decompression. Endolymphatic sac decompression واحدة من أهم العمليات اللي نسويها لبولمينر ديزيز. شو تنسويها والعمليات شو تنسويها إحنا؟ نسويها اذا الميديكال تريتمنت فيلد مثل ما مكتوب هسه هنا قدامنا. اذا ميديكال تريتمنت فيلد نسوي اندور فكر بالعمليات. مثل ايش؟ اندولينفاتيك ساك ديكمبرشن مهمه. او انه نسوي فيستيبولار سكشن فيستيبولار نيرف سكشن اللي هي خطره قلنا عليها ذاك اليوم حكينا عليها بديش المحاضره مال الفيرتايجو. اكو طريقه ثانيه لل يعني انه نسوي فيستيبولار سكشن بطريقه ثانيه بدون ما نروح للنيرف ونسوي له سكشن. سووا تحوير انه نجيب فد اداه صغيره بالتمبان كمبرين يعني نفتح فتحه صغيره بالتمبان كمبرين ونخلي جروميت بيها اداه اسمها جروميت. هاي الاداه كل اسبوع نخلي بيها ندفع علاج داخل الميدل اير
يا اما ندفع ستريبتومايسين حتى نقتل الهير سيل مان الفيستيبيول، نسوي لها دمج حتى الاحساس بالفرتاجو يقل بمرور الوقت، او انه ننطي ستيرويد انجكشن، نسوي ستيرويد خلال هاي الجروميت حتى نقلل ان الانفلاميشن. اذا مثلا الكوز مانت المينير مرات كوز مانت اوتو اميون، فبالستيرويد راح تخف شوية الاعراض. همين انجكتد يعني خلال هاي الاداة اللي قلنا عليها نخليها بالميدل اير عن طريق التمايكن برين. قلت لكم قبل شوية انه راح نشرح لكم شنو الديد اير وشنو الفيت مالته او البروجنوزز مالته مال المينير شنو هو. شافوا انه بعد كم سنه الهيرنج لوس الدور يصير يبقى ثابت بدون اتاك. احنا قلنا مساء ولا اتاك يصير هيرنج لوس، من قد ما يصير اتاكات عند المينير راح يصير دمج بالهير سيل، يصير دمج بالهير سيل مال كوكليا. فالدور حتى من ماكو اتاك من ماكو هاي دروبس راح شنو راح يصير هنا جلوس يظل ثابت. هذا واحد من الفيت مان في المينر ديزيز. وال فيستيبولر هير سيل also will be damaged. فش راح يصير؟ راح بعد الاحساس مالتها بعد كم سنه ما راح تحس الهير سيل انه اكو فيرتاجو قوي، راح تحس انستابيليتي rather than vertigo. يعني راح يظل المريض دايخ ما مستقر، بس الاتاكس مع الفيرتاجو تقل عدة تدريجيا. هو بالحقيقة مو طاب انه يعني راحت الباثولوجي، بس لانه صار ديستركشن بالهير سيل مع الانر اير، فالاحساس بالصوت بعد ما راح يظل، فيصير هيرنج لوس مستمر بدون اتاكس، والاحساس بالحركة ما راح يظل لان الهير سيل مع الفيستيبول همي راح تموت، فراح يحس انه روح ما مستقر rather than انه يعني انستيبل سوري rather than vertigo. acoustic neuroma vestibular schwannoma uncommon benign tumor of eighth cranial nerve arise from Schwann cells usually arise from or at medial side of internal auditory meatus. It is non-invasive but can cause pressure effect. Pressure effect الفيستيبولار شوانوما تنتج او تطلع المنشأ مالتها هو الفيستيبولار نيرف. احنا مو عندنا فيستيبولار كوكليير بارتس بالايث كرينال نيرف، هاي تنتج من الفيستيبولار نيرف. الفيستيبولار نيرف بدايته اللي الميديال سايد اوف انترنال اوديتري ميتاس تصير قريبه على مكان اسمه سيربيلو بونتاين انجل. هاي جدا مهمه الاناتومي هذا حتى نشرح هسه نعرف ليش يصير الامور اللي راح تجينا هسه بالكلينيكال فيتشر مالته. كلينيكال فيتشر ستيج 1 اوتولوجيكال سيمبتومز انكلود يونيلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس. طبعا كلمه يونيلاترال جدا جدا مهمه. اسوشيتد وذ بور ديسكريميشن تجذر وذ تينيتس. Then progress to stage 2. Stage 2 شنو؟ cranial nerve compression include trigeminal nerve neuralgia, facial nerve weakness. If tumor not removed, progress to stage 3. Stage 3 cerebellar and brainstem compression include ataxia, nystagmus, last four cranial nerve palsy, increased intracranial pressure, blindness, then failure of vital centers and brainstem. يعني death. هذا التيومر ينشئ من فيستيبولار شوان سيل فيستيبولار نيرف شوان سيلز قريب على السيربيلو بونتاين انجل. مرور الوقت ما راح يكبر، راح يطلع على السيربيلو بونتاين انجل او يضغط لنا على الفيشال نيرف اللي هو اصلا بالانترنال اوديتري ميتاس قبل لا يطلع للسيربيلو بونتاين انجل، فيسوي لنا فيشال بلسي والدور يطلع على السيربيلو بونتاين انجل، يسوي لنا كرينال نيرف اذر كرينال نيرف بولسي وبرجر على البرين ستيم وعلى السيربلوم يصير قريب عليه من اسمه السيربلو بونتاين انجل. يعني بونز اللي هي بارت من البرين ستيم ويل بي افكتد، also سيربلوم ويل بي افكتد. انفستيجيشنز كيور تون اوديومتري
unilateral sensory neural hearing loss راح نقعدهم. tone decay, tone decay شلون من ساعة recruitment قلنا بالcochlear pathology يصير هنا tone decay يصير بالneural pathology. يعني sensory neural هو شنو هو ممكن يعني من نقى sensory neural hearing loss بالBTA ممكن الكوكليا بيها مشكلة أو النيرف بيها مشكلة أو اثنين بيهم مشكلة. فإذا تون ديكي معناته بالنيرف وإذا ريكروتمنت معناته بالكوكليا الباثولوجي صايرة. سي تي سكان أند أم آر آي طبعا الأم آر آي سي تي سكان لما يكبر التيومر يلا يلقف بس الأم آر آي جدا مهم. أم آر آي وذ جادونينيوم very important invisible request للابور راديولوجي نقول له يابا هذا عنده مثلا يونيلاترال hearing loss او tinnitus او عنده facial palsy ما نعرف شنو السبب مالته شاكين عنده مشكله بالسربيلا بوتاين انجل سوينا MRI الها هي والبرين زائد انت تطي جادونينيوم حتى اذا اكو تيومر يبين عندنا. الاذر انفستيجيشن هي الاي بي ار او الايرا الايرا اختصار الاسم الثاني للاي بي ار اللي هي اوديتوري برين ستيم اوديومتري. الايرا هي اختصارها اختصار الكلمه الثلاث كلمات هي evoked response audiometry او نقول عليها اي بي ار auditory brainstem response. treatment surgical removal او radiology skull base لان هي قلنا skull base نعتمد على الفتنس نعتمد على السايز مالت التيومر فتنس للجي اي انه ممكن نصير مشاكل عندهم نسوي يعني ممكن نصير فيتال كومبليكيشن فمو راسا يعني نتخذ قرار سيرجري بسهوله لازم عندنا بارامترز نعتمد عليها هي الايج والسايز اوف تيومر والستركتشرز القريبه على التيومر كلها تحكمنا هاي. بيرينفستولي اتز ليك perineal leakage from inner ear to middle ear through round or oval windows. واحد من دني المكانات اذا صار من عنده perineal leak سموه perineal fistula. etiology هي usually trauma barotrauma direct trauma او surgery ممكن يسوي perineal fistula. clinical feature هي recurrent vertigo sensory neural hearing loss يعني vertigo يصير seconds يروح ويرد بس من يصير هذا vertigo يصير ويا hearing loss مو خالي من من يعني اذا بدون hearing loss راح يصير benign paroxysmal positional vertigo الدياجنوزز مالتنا هذا اذا اجى vertigo attacks for seconds تطول اذا تذكرون قلنا بناين باراكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو هذاك شنو بس فيرتايجو 4 سكندز هذا فيرتايجو 4 سكندز بلس هيرنج لوس يجي وياه هذا التينيتس فهذا غير لنا الدايجنوزز من ذاك الموضوع انه باراكسيزمال فيرتايجو الى برينفستولي انتبهوا لهي النقطه مهمه جدا مال هيرنج لوس والفيرتايجو. تريتمنت ميديكال تريتمنت بيد ريست بيد ريست العفو هيد اليفيشن مثل تيتنس مالت السي اس اف ليك تشبهها سيديشن سيرجيكال كلوجر اف ذير از فيلر اوف ميديكال تريتمنت افتر 1 مانث يعني ورا شهر اذا ما طاب نسوي اكسبلوريشن اند كلوجر سيرجري. ثانك يو فور يور لسننج.